تماشيا مع رؤية الدولة المصرية بالاهتمام بصحة الأسرة، نظمت الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم برئاسة الدكتور محمد العزب ندوة عن الصحة الإنجابية بحضور لفيف من الأساتذة والعلماء المختصين بهذا المجال. yourlife.com هي بتتكلم على فكرة الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة، وإنه لما بيكون في عدد يعني أولاد قليل، نتكلم على الأقصى ولدين أو طفلين، ده بينعكس إيجابيا على صحة المرأة وعلى صحة كمان المجتمع، لأنه طبعا أحد الأسباب الأساسية للتقدم الاقتصادي في أي دولة هو تنظيم الأسرة. القيادة السياسية بتتكلم كتير جدا عن النقطة دي، وفي اهتمام كبير قوي الفترة اللي جاية واللي فاتت على أهمية تنظيم الأسرة. الفكرة بس هي فكرة وعي، وعشان كده كان أهمية تدشين المنصة الرقمية عشان نزود الوعي عند الناس بأهمية تنظيم الأسرة. في سيدات كتير عندها مفاهيم طبية غلط جدا عن وسائل منع الحمل، زي مثلا اللولب، الحقنه تتاخد ولا ما تتاخدش، الحبوب منع الحمل بتطخن لا بتطلع حبوب في الوش، مفاهيم كتير جدا غلط. فكان شفنا ان احنا دورنا ان احنا لازم ان احنا كمان نعمل توعيه للسيدات، بحيث ان احنا نعرف كل سيده ايه الوسيله وايه الاضرار منها وايه النفع منها وايه الوسيله المناسبه، لان كل سيده ليها وسيله مناسبه ليها. ناقشت الندوه كيفيه تصحيح المفاهيم المغلوطه حول الصحه الانجابيه عند المراه المصريه، كما تم الاعلان عن اطلاق موقع الكتروني للتوعيه بصحه المراه. الحاجات اللي احنا دايما بنحاول نثير اهتمام السيدات بيها هو ان احنا الفحص المبكر لكل حاجه في حياتنا، مش بس الامور اللي تتعلق بالنساء والتوليد، هيدينا امل اكبر في الشفاء او امل اكبر في اكتشاف الامراض من بدري. وده اللي احنا دايما بننصحه، خاصه في شغلنا احنا في سرطان عنق الرحم، ان هو سرطان نقدر يعالج 100%، يكتشف بدري، وليه فحص بسيط جدا نقدر نعمله. يشرفنا ان نكون في تفاعل مع المجتمع المدني، وده دور لينا كتنميه مستدامه اننا نضيف للمجهودات اللي بتحصل في البلد. لما بنبص على اللي بيحصل في مصر اخر 3 4 سنين واكتر، ما نقدرش غير اننا نشيد باللي بيحصل على الاصعده التنظيميه والتشريعيه والتنفيذيه لتمكين دور المراه وتفعيل دورها في الجمهوريه الجديده. وحضرتك لغاية آخر سنة 2021 تم على سبيل المثال الفحص على 18 مليون سيدة من خلال وزارة الصحة. الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم تؤمن أن المرأة لها أهم دور في الأسرة المصرية، لذا يجب الاهتمام بها وتوعيتها بكل ما يتعلق بصحتها.